اطار فعاليات الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي للديمقراطيه وحقوق الانسان. كانت جلسه افتتاحيه ناجحه، مشاركه واحد العدد ديال الفعاليات حقوقيه ونقابيه وطنيه. الفروع المنتدى المغربي للديمقراطيه وحقوق الانسان تمثيليات من كافه المناطق والاقاليم والجهات. ايضا كانوا اصدقائنا في الحركه الحقوقيه التي تشتغل على قضايا الهجره واللجوء، الاخوان اللي خدامين على البعد ديال الهجره اللي هما الفرون بابي. ايضا كانت كلمه قويه ديال الاقاليم الجنوبيه، الاخ الحسن الحويدك ممثل الاقاليم الجنوبيه اللي عبر على الانشغال بانتصار القضيه الوطنيه والتعبئه المجتمعيه من اجل دعم الوحده، وحده الوطن ووحده الارض. ايضا كانت مساهمات ديال بعض الادباء فنانين كتاب من اليمن من غينيا، حضور متنوع وغني. ايضا الكلمه ديال المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطيه وحقوق الانسان ركزت على اهم القضايا الحقوقيه المثاره على المستوى الوطني، المسار ديال 9 سنوات ديال الجهد وديال البناء التنظيمي والبرنامجي. ايضا اهم القضايا المطروحه على المستوى المنتدى، لا على المستوى التنظيمي، لا على المستوى البرنامجي، ولا على المستوى ديال الانفتاح على الاليه ديال الامم المتحده، المنتديات الاجتماعيه. جلسه ناجحه تتعزز وتقوي المكانه ديال المنتدى المغربي للديمقراطيه والحقوق الانسان. الاهميه ديال التنظيم لانه هو الجواب الطبيعي للمجتمع، اي مجتمع قوي متضامن خصو يمتلك الاجوبه التنظيميه، واساسا حنا تنشتغلوا في المجتمع المدني. اذا لنا الامل، كل الامل ان هذا المؤتمر يبلور توصيات خلاصات لتعزيز المسار ديالو، يطرح واحد الارضيه برنامجيه خدمه لقضايا حقوق الانسان، كافه قضايا حقوق الانسان. طبيعه الحال اليوم كنا بصدد عقد المؤتمر، كنا بصدد عقد المؤتمر الثالث للمنتدى المغربي للديمقراطيه والحقوق الانسان، ومسار من النضال، مسار من المرافعه في كل ما له ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والقضايا العادله. بطبيعة الحال سيستكمل المؤتمر بطبيعة الحال سيكتب ورشاته ويستكمل أعماله واشتغاله اليوم وغدا بالاشتغال على مجموعة من المقررات التوجيهية وكذلك الأوراق التنظيمية، وبطبيعة الحال ستنتهي بصياغة بيان عام وكذلك بانتخاب مكتب وطني ولجنة إدارية. هذه اللحظة اليوم كانت لحظة مهمة في تاريخ المنتدى، احتفينا فيها أيضا بمناضلات المنتدى، مناضلات حقوقيات، ثلاث نساء من المنتدى، وكذلك احتفينا فيها برئيس المنتدى لنضاله ولمجهوداته ولكل ما قدمه لخدمة الحركة الحقوقية وما قدمه بطبيعة الحال لخدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.